بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاء اليومي في هذا البرنامج من فتاوى، حلقة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا في هذا اللقاء. الله يبارك فيك. نحن في هذا الشهر الفضيل مشاهدينا الكرام اليوم نتحدث عن صيام 6 من شوال، وهو بعد فريضة رمضان سنة مستحبة وليست بواجب، ويشرع للمسلم صيام 6 أيام من شوال، وفي ذلك فضل عظيم وأجر كبير، ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة، كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. صيام هذه 6 بعد رمضان دليل على شكر الصائم لربه تعالى على توفيقه لصيام رمضان وزيادة في الخير، كما أن صيامها دليل على حب الطاعات ورغبة في المواصلة في طريق الصالحات. صيام 6 من شوال موضوع حلقة اليوم مع شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا. نحن في ختام شهر رمضان، بالتأكيد الناس الآن بيستعدوا أنه يكملوا هذا الفضل بصيام 6 من شوال. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه البخاري ومسلم. يعني معناته أنت صمت 6 من شوال، صمت رمضان كله بعدك صمت لك 6، لأن رمضان 30 يوم و6 بقت 36 يوم. نعم. نضرب في 10 بقت 360 يوم. عدد أيام السنة كم؟ 360 يوم. كأنك أنت صمت السنة كلها. يا سلام. في أخواتنا النساء الوحدة تكون فطرت لها 6 يوم بسبب العادة الشهرية. تجي تقوم تصوم 6 من شوال. هل يجزيها عن الستة دي لو خلاها تكون صامت يجزي عن القضاء؟ ما من ناحية العلماء قالوا لو صامت 6 يوم من شوال بنية السدود ونية القضاء يجزيها، لكن ما بتاخذ الامتيازات الواردة في الحديث. نعم. الامتياز الوارد في الحديث انها تكون صامت 36 يوم. نعم. لكن صحيح فطر 6 يوم في رمضان، صامت 6 من شوال، بقى صامت كم؟ صامت 30. نضرب في 10 300 يوم. ويوم السنة 360 60 وينها؟ يبقى عشان تأخذ الامتياز الوارد في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهري، لابد تصوم تسدد الدين العلاه في رمضان 6 يوم الفطرة في رمضان. تصوم بعدك تصوم 6 من شوال، تكون في الحالة صام 36 يوم، نضرب في 10 بقى 360 يوم، عدد يوم السنة 360 يوم. نعم. طيب الأولوية للمرأة يعني تقضي أول ولا تصوم ال 6 من شوال؟ بالاثنين صح، تقضي الأول وتصوم بعدك ما في، لكن برضو لو مثلا الوقت ضايق خالص مرات ما سبت العيد والضيوف وكده ضايق الوقت، ممكن تصوم السدود أولا بعدين تصوم القضاء، لأنه السدود وكده محدد بنهاية في شوال. ممكن تصوم السدود في شوال تقضي بعد ذاك في بعد شوال. أي نعم. ولو صامت القضاء ولا بعدك صامت السدود ماشي، قالت الوقت ضايق خلاص شوال قرب يفوت، ما بقدر أصوم الستة والقضاء. يبقى صوم السدود بعد ذاك صوم القضاء وتكتب لك صمت 36 يوم. نعم. طيب نحن ملاحظين يا شيخنا برضو الناس أول أو ثاني يوم في العيد طوالي بيبدوا الصيام. يجوز، بس الممنوع صوم يوم العيد. آه. يوم العيد ممنوع الصيام، لكن داري صوم ثاني يوم العيد ما عليك كيف، لأن يوم العيد ده بس الممنوع فيه الصيام. أما عيد الأضحى الممنوع صيام يوم العيد ويوم التشريق الثلاثة. أيوة. ده الممنوع فينا الصيام. طيب الأيام دي 6 دي تصام مباشرة يعني ورا بعض؟ على كيف دارت تصوم مفرقات عليها، المهم قبل شوال تكون صامت 6 يوم. بس يعني في شوال بس خلال الشهر ده يعني. أي بس أي. طيب هل يحصل ثواب 6 من شوال لمن عليه قضاء؟ يعني في ناس عندهم قضاء كثير، يعني يمكن غير النساء، الرجال مثلا عندهم قضاء فات. أيوة. طبعا القضاء داك براه ودبره. لو هنا في السنة دي يعني النية أن لا السنة دي صام رمضان كله وصام 6 من شوال، يبقى صام 36 يوم في سنة واحدة، يبقى ياخذ كأنه صام الدهر. أما عنده دين من رمضان ده موضوع براه يقضي. يعني هي النية هل بتحكمنا في الحكاية دي؟ لا، النية كمان الفعل كمان. انتهت عدل بعد عندك قضاء من السنة الفاتة. أيوة.
يبغى الحال يدخل لي قضاك دا كومبرا. صمت رمضان 30 يوم، صوم 6 يوم عشان بقول لك كانك في السنه دي صمت 36، جبت نص الحديث. أيوة. تاخذ صيام الدهر كله بعدك داك تقضي. طيب لكن لو صمت بنيه 6 يوم بنيه القضاء بتاع السنه اللي فاتت بتاخذ الامتياز الوارد في الحديث. ايوه. طيب نحن عندنا اسئله جاتنا تتحدث فيها عن جزء مهم جدا يا شيخنا في الامانه، يعني الكثير من الناس يقول لك بدي ذول اموال، خاصه نحن الايام دي مع يوم العيد تجي مصاريف الناس درست المصاريف وكذا، في ناس ما بادوا الامانه الى اهلها. فعلا دي حاجه نادر جدا زول يؤدي الامانه، كثير حاجه يدي قروش يقول له وصل اللي فلان، لازم يحبشها. ما بيأديها زي ما هي، ودي امانه. ان قال تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ده امر من الله. واداء الامانه من صفات المؤمنين. خيانة الأمانة من صفات المنافقين، ولذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يبقى خيانة الأمانة ما من صفات المؤمن الكامل الإيمان، هي من صفات المنافقين، الزول ما يتخلق بها. أي لازم يؤدي الأمانة دي، أداك قروش بيه ربطته دي، قال لك وديها لفلان ما تفك به ربطته توديها لفلان. اداك قروش فكه، قال لك ربطه القروش دي خدتها لي لمطلوبك به ربطته تاخدها ما تحبش. لكن كثير من الناس يحبشوها. زول يدي مثلا من السعوديه يدي زول يعمل عمره يقول يا اخي القروش دي وصل اداها لمصاريف الاولاد. هو يقوم يشتريها بسويرات، يجي لولاده هنا ويجيب لكم قروشكم بكره بعد بكره لغايه ما يبيع السويرات حتى يودهم قروش. ده حاصل يا شيخ، ده حاصل كثير بدون ريالات هناك بيجي بدوها سوداني. اي حتى الدواء السوداني لو وصلها في نفس اليوم معليش، لكن لما بيديها لي ما بيقوم يشتري بها، اداهم يقول 1000 ريال. قال له ودي ال 1000 ريال دي في لما توصل الخرطوم تاديها لفلان. هو يقوم ينتهز الفرصه دي يشتري بزبيرات. يجي يقوم يبيع الزبيرات حتى يدي القروش. لا انت صرفت في الامانه. شلت الامانه من انك تديها لصاحبك، ما تشتري بها حاجات تقول له انا ما بحت الزبيرات وبعدين بديك وتزوق وانت علي بكره علي بعد بكره. يعني ال 1000 اللي ادوك هذه تشيلها زي ما هي؟ زي ما هي ما تنقص منها ولا قيمتها، ممكن اديهم قيمتها ساكت ولا؟ انت ما اداك كمان 1000 ريال دي تديها لفلان. ايوه ما تهفش الكت تديها زي بربطتها. دي نادره لكن يا شيخنا. هاي دي الامانه هي خافت منها السماوات والارض. قال تعالى انا جعلنا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ربنا عرض الأمانة على السماوات، السماوات احتذرت إجباري ويا الله اختياري ما دام اختياري ما نحملها ما نريد. بني آدم دق صدر يجيبوها لي أنا بشيلها. شال تحمل الأمانة إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم بتحمل الأمان، جهول عواقب تحمل الأمان. يعني احنا تحملنا الأمانة، ولذلك الأمانة خياناتها صعبة خالص يعني. طيب كذلك الأمانة مش مختصرة بالقروش، مش مختصرة بالأسرار. كمان سر أمانة، زول صديقك كفش عليك سر في حاجة كذا 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 كذا، بتقوم تطلع الخبر. واحدة سر اللي دخل لك سر يعني ولد دار يخدم بنت ناس فلان الفلاني، وكيف أنت المنزل طيب السالمين تديه الفيك لكن تسكت الخبر. لكن يدسر بجانب يقول ما تكلم زول يجي في شيء بيجي. دعوه كبيره دي عن الامانه مختصر بالقروش اي حاجه. بالكلام امان زول ما يفش. طيب الصفات المطلوبه توفره في الزول الامين، كيف الناس يعني نرشح زول نقول والله زول ده زول امين زول فاضل كده. اللي قلنا في معاملته كويسه صادق، الناس شكروه قالوا زول ده تدي امانه يوصل اليك تمام ما بيهبشها ما بيغير سمعته عليها. هاي سمعته طيبه. فالسر ما بيطلعه، كلام ما بيطلعه، زول يعني بخاف الله امين. هي بس دي النقطه اللي انا درجيك فيها، مخافه الله في شنو؟ في حفظ الامانه. اي معناته انك انت حفظت الامانه دي. لو فرطت فيها ربنا مسأل عنها يوم القيامه، لانه ربنا امر باداء الامانه. لو خنتها تقوم تخاف تقول انا خدت الامانه والحاجه خالفت امر الله. نمره اثنين، بانتقلت من صفات المؤمنين الكاملين الايمان الى صفات المنافقين. لان معية المنافق ثلاثة، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. يبقى المؤمنون بيخون، يعني معناته خان الامانه بكده. عشان كده الناس المؤمنين الكاملين الايمان بيخافوا منهم ويعدوها تمام.
طيب يا شيخنا، أكل أموال الناس بالباطل ده بيدخل في المسألة دي؟ هذا باب واسع كبير يشمل التعامل بالربا ويشمل التعامل بالميسر ويشمل التعامل بحياة كثيرة، أشياء كثيرة. واسع الميسر ده انتشر أسع بين الناس كثير يعني. أول حاجة مثلا في طربيدة كبيرة كده اسمها الفئة بالعبواب العصاية دي، البلياردو دي مثلا نزول فتح دكان طربيدة هذه، جولدين دارين يلعب يقول لهم الساعة بعشر ألف جنيه بعشر جنيه بمئة بخمسين جنيه مثلا، يقوم هو يلعب المغلوب يدفع الخمسين جنيه وذاك يفوت. لا حول. تاني يزول تاني المغلوب يدفع الخمسين جنيه، مساعد الدكان بدع عليه حقه لكن ديل أكلوا الربا الاثنين مع بعض. وصاحب الدكان برضه اللي نشجع على أكل الربا أكل الميسر برضه يتعاقب يوم الغيام، لأنك أنت سمحت ليهم بكده، عارف إنه النهرين ديل كان النهر ديل جو يلعبوا قالوا خلاص يا جماعة أنت بتاع الدكان حد نلعب لمدة ساعة دايل منه نركب خمسين جنيه، خلاص أنا أدفع 25 أنت أدفع 25 الدهية نلعب نمشي هنا ما في ذنب. أيوة. لكن لنشترط نلعب سوا، إذا غلبتني أنا بدفع الخمسين كلها، إذا غلبتك أنت تدفع الخمسين كلها. أيوة. هذا ما يصير. كذلك برضو في الأحياء يجي فريق بتاع الأحياء الولاد الصغار دي بيلعب، يقوم يشتروا في ميدان يلعب ويقوم يجيبون لهم يلقط من ده ويلقط من بعض، كل زول يدفع يجيبون صندوق بيبسي مش غدو يشترطوا الفريق الغالب يشرب البارد ده، المخلوم ما يشرب ده برضو ما يصير. طيب لو شربوا الاثنين مع بعض ما في حاجه؟ لا في الاثنين معليش، وكلهم اشتركوا وكلهم جابوا صندوقين وكل الغالب يشرب المغلوب يشرب ده معليش، لكن فريق يشرب فريق ما يشرب ده ما يصير. كذلك برضه في النادي قاعدين يلعبوا كشتينه. ايوه. يقول لي انا غلبتك تدفع حق اشياء، غلبتني ادفع عليك حق اشياء، برضه ما يصير. في دي حاجات الناس بيستهونوها لكنها صعبه. يعتبر ما يصير ده. طبعا ما يصير. نعم. كذلك البلاي الظهر كمان ده النيدو ده كمان. النيدو ده اللي هو النرد شيء. ايوه. جاء عن بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب من نردشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودم. لا حول ولا قوة. ولذلك الأئمة الأربعة على أن اللعب بالنردشير حرام. اللي هو الليدو ده بس بقى اللعبوه كبار وصغار. بقى منتشر كمان شديد خاصة في ليالي رمضان دي، كمان الشوارع كلها مليانة. نسأل الله السلامة. طيب معنا أول مكالمة هاتفية من الشمالية، معنا سعيد. مرحبا يا سعيد. ألو يا سعيد، أهلا بك. ثلاثة أجيبها لك يا حبيبي. أيوة. السؤال الأول. أنا حيت لك ثلاثة. صوتك قاعد يقطع يا سعيد، أرجو إنك يعني تأخذ مكان كويس على الأقل يكون فيه شبكة متوفرة كويس. بالطريقة أنا صحيت لصلاة الصبح ولقيت إنه أنا على جنابة وتعثر على غسل. صحيت أنت جوع يعني؟ هل ممكن أتوضأ أصلي ولا أتيمم وأصلي؟ ليه أنت تسوي شنو يعني؟ انت صحيت جنوب صح؟ ايوه. صحيت انت على جنابه، لقيت نفسك على جنابه قلت ولا شنو؟ اي صحيت لصلاه الصبح. طيب السبب اللي بيخليك يعني تتيمم شنو؟ مويه ما في مثلا؟ لا المويه انا داير ازال، هل اتوضا اتاثر علي الغسل انا في الوقت في صلاه الصبح حاضر داير ازال تاثر عليك يعني؟ اصلي عادي او اتيمم. ايوه تعثر طبعا داير لا شرح كثير يعني، تعثر مويه ما في مثلا انت مريض؟ لا المويه في بس الزمن يعني. أوكي. طيب خلاص الشيخ فهمك يدور فول الحال. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه للركعتين بعد صلاه العصر، هل يجوز او ممكن اصليها قبل صلاه العصر؟ الركعتين بعد العصر؟ آه. يا طيب يعني تقصد التنفل عموما بعد صلاة العصر؟ طيب. هل ممكن انا عادي اصليها؟ انا شخصيا بعد اصليها قبل العصر، لكن بشوف ناس بيصليها بعد العصر. كويس. طيب السؤال الثالث. بالنسبه للناس اللي بتتحرك في صلاة الجمعة بعد الإمام يطلع المنبر ويطلع ويقرب بيجي راجعين الحركة أثناء الخطبة يعني. تقصد هي تحرك الحركة العادية ولا يكون في ضرورة زول طلع مثلا لحاجة معينة؟ طلع وفي ناس بتتشفط بجاي وفي في ناس أيوة. بتتكلم. كويس كويس. شكرا يا سعيد. من الشماليه سعيد بيقول انه صحى على جنابه وتعثر انه يغتسل. يا شيخنا افتكر انه الاسباب كثيره يعني، احنا ما عرفنا انه هو السبب اللي خلاه تعثر في
يعني عملية الغسل شنو، لكن عموما نحن نجاوب لك كل حاجة. صح، من النوم لقى نفسه جنوب دار يحصل صلاة الجماعة، هل يجوز يتيمم عشان يدري صلاة الجماعة في المسجد؟ الإجابة لا، ما بيجوز، يغتسل يصلي في البيت. الحالة الثانية صح من النوم لقى الوقت ضيق، الشمس قرب التشريق، قال لي اغتسلت ألقى الشمس طلعت تكون الوقت فار، هل يجوز لي أنه يتيمم عشان أدري صلاة الجماعة؟ العلماء قالوا في الحالة دي لضيق الوقت ممكن يتيمم عشان مش يدري صلاة الجماعة، عشان يصلي الصبح حاضر. أيوة. ممكن يتيمم يصلي الصبح حاضر بعد ذاك يقتسل استعداد لصلاة الظهر، لأنه لقى الوقت ضيق شديد جدا. لكن ده برضه فيها خلاف، بعضهم قالوا لا ما بيجوز، يغتسل ويصلي الصبح قضاء لأنه ده عذر. الرأي الثاني قالوا يتيمم يصلي الصبح حاضر بعد ذاك يغتسل استعداد للظهر والصبح يصلي، ده ما يعيد. الحالة الثانية اللي هي اثنين ثلاثة حالات إذا صلاة الجماعة ما بيجوز، ده خلاف اللي درك فضيلة الوقت. في الثالثة يمكن نذكر ممكن نعيد له. أيوة نذكر بعدين. طيب ناخذ أم نادية من الخرطوم ونرجع لبقية أسئلة أخونا سعيد من الشمالية. أيوة. أم نادية مرحبا بك يا أم نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله أكرم. تفضلي. ألو. أيوة، عندي ثلاثة أسئلة. أيوة تفضلي طوالي. السؤال الأول، أول حاجة كان عندي 20 يوم قبل 3 سنة. 20 يوم قبل 3 سنة. أيوة. أيوة. وخمسة قضيت منهم 10. قضيتي 10. أها. أي 10 أيام. أيوة. وأتي فاضل 10 أيام، والعشر أيام اللي قضيتهم دي ما دفعت، يعني بس قضيتهم ساعتهم. أيوة. أنت الآن صايمة ولا فاضلة؟ أتي صايمة يا رمضان. الحمد لله. طيب السؤال الثاني، دايرة قضيهم بعض رمضان ده، ما عارفة أصوم بس ولا أشفى يعني. والسبب كان شنو أصلا؟ والله السبب يا هو الدورة الشهرية بتجيني 7 أيام، بأصوم منها 3 وبتصدر لي 3 أيام. يعني ما كنت مرضع ولا حامل ولا كذا؟ مرات بكون حامل، مرات بكون مرضع، مرات بكون عندي. يعني هي مشتتة يعني، ال 20 يوم دي ما 20 يوم مع بعض يعني، كانت لأسباب مختلفة. لا 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 ما 20 يوم، قبل 3 سنة مثلا بكون سنة بصوم 3 أيام، بقضي 3 أيام، لما نجي رمضان بكون فضلت 3 أيام. طيب يلا سؤال يعني تاني. يعني جمعتهم كلهم لقيتهم 20 يوم. كويس. طيب السؤال الثاني، عايز صمت منهم 10 بفضل 10 أيام، ما أعرف ال 10 أيام دي هل أدفع يعني أفتح كم مثلا. كويس. السؤال الثاني، كان عندي صاحبتي كذا يعني كنا يعني نتونس في أسرارنا وكذا، المهم حكيت لها قام وزعت السر بتاعي. المهم قبل 3 سنة كذا ولا سنتين تناقشنا وقسموا الضابعين، ما قلت لازم في الشارع أسلم عليها وكذا، لكن بيتهم ما عاد أخشي لحد الآن. هي صاحبتي. هل داري أعرف إنه أمشي ليه؟ أمشي ليها ولا ما أمشي ولا كيف؟ بتربطك مع قرابة يعني بتاع صلة رحم ولا ساكت صحبة؟ هي قريبتك ولا صحبة ساكت؟ لا لا صاحبتي ساكت. كويس. طيب يلا. والسؤال الثالث، السؤال الثالث، أيوة برضو عندي واحدة قريبتي كده برضو يعني بتناقشني كثير وما بتحبني يعني وبتقاطعني كثيرة، وبقوم انا برجع لها واتي في رمضان ده، يعني قبل رمضان كان برضه مناقشاني. أيوة. لما جه رمضان احتجبت لها وعلى اني ما غلطانه، بس اني قلت في رمضان كده. كويس. وقمت احتجبت ورجعت لها، وبعد يعني سبق مني وما قبلت وعلى اني ما غلطانه والله، لكن قلت الدنيا رمضان والمقاطعه يعني كده ما تنفع. جدا جدا، كتر خيرك يا ام ناديه على الاسئله. عندك ثاني سؤال ثاني؟ والله السؤال ثاني. شكرا جزيلا. طيب خلاص، دي 3 أسئلة حسب ما انت قلت في البداية انك عندك 3 أسئلة، خلاص ناخذ ال3 أسئلة واسمعي ان شاء الله خلال هذه الحلقة. اخونا سعيد عنده سؤالين باقيات، اللي هو قال في ناس بيصلوا ركعتين نفل بعد صلاة العصر يعني. لا يعني بسعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، رواه البخاري ومسلم. يبقى ممنوع الصلاة بعد صلاة العصر صلاة النفل، ما في صلاة عصر نفل بعد العصر الشمس تدخل. صليت الصبح ثاني ما في صلاة نفل حتى الشمس تطلع. مش في ركعتين قبل العصر لو زول جاء بدري يعني صلى قبل الفريضة؟ واضح كل العلم التفقيه ما في صلاة نفل بين بعد صلاة الصبح لا صلاة العصر ولا بعد العصر. وكأنه بيسأل إنه لو زول ما قدر أدى السنة بتاعت العصر، العصر فيه سنة قبلية؟ ما في خلاد سقط وكذا سقط. أيوة كتبها. وضح إن شاء الله يكون لك أخونا سعيد، لأنه فعلا أنا قاعد ألاحظ الحكاية دي إنه في كثير من الناس بعد العصر بيقول خلاص. طيب سؤال الثالث لأخونا سعيد، قال في صلاة الجمعة أثناء الخطبة في كثير من الناس حركاتهم كثيرة، ودي طبعا دعنا نتحدث عن آداب دخول المسجد في صلاة الجمعة وأثناء الخطبة. فعلا هنا طبعا قبل الخطبة زول يدخل المسجد يصلي تحت المسجد، إذا كان يقرأ يسبح بسر ما يجهر عشان ما يعمل تشويه من أدب المسجد. بعدين ما يقوم يتحرك جاي يقرأ حيشان يلفت نظر الناس، وخاصة أثناء الخطبة. أثناء الخطبة الزول الإمام يخطب، قال أنت دخلت المسجد تختار، لأن في خلاف بين العلماء. الزول دخل المسجد، عندنا أبو حنيفة والمالكية ما تصلي تحت المسجد، الإمام يخطب تقعد طوال تستمع للخطبة. الشافعي والحنابلة قالوا تصلي ركعتين خفيفتين وتقعد تستمع للخطبة. في ناس مثلا يجي الإمام يخطب يقعد يقوم بين الخطبتين يصلي، دي ممنوع. المذاهب الأربعة قالوا أنت جيت دخلت المسجد يا تصلي تحت المسجد يا تقعد، إن قعدت ما تقوم تاني إلا صلاة الجمعة. بعدين في ناس يجي متأخر يقوم يخط الناس، يعني في ده ويفي ده ويفي ده لغاية ما يوصل الصف الأول. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة كان يخطب جزول يتخطى الرقاب، قال له أجلس فقد آزيت وآنيت. فقد آزيت وآنيت، آزيت الناس اللي بتخطاهم دي، آنيت عن جاي متأخر. أنت حريص على الصف الأول تعال بدري تلقى الصف الأول مكانه سد، لكن ما تتحرك بس أنت نزلت المسجد أقرب حتى فاضي تقعد. بعد لما يقيموا للصلاة اللي قلت لك فرق في الصف الأول أمشي في الصف اللي بعده تمشي. هذا نظام المسجد زول، يعني ما يعمل حركات يشغل الناس. كذلك زول بيجي الإمام يخطب يتخطى الناس يجي للصف الأول، أول حاجة يتخطى الرقاب وخالف النص، وبعدك يشغل الناس لأن زول متابعين للإمام كده عينه للزول ده يقعد وين شغل الناس. يتحمل زنب انشغال الناس عن الإمام. هذه كلها من الأداب الزول يراعيها عشان صلاته تكون صحيحة مقبولة عند الله. نعم، وبعدين في ناس فعلا بتلفت كثير يا شيخنا، التلفت يعني أثناء الخطبة وحركة الناس وراقب الناس التلفت. ما نحن نتكلم عنه ثاني حالات ما لا الأدب. بالنسبة للتلفت يعني تلفت وقعت في يتلفت هنا أثناء الخطبة يتلفت مثلا جاي زول خاشي زول مارق لا يسكن بس يتابع الإمام يتابع ما يشغل نفسه. حتى العلماء قال أنت الإمام يخطب كنت بتقرأ توقف القراية، تسبح توقف التسبيح، ما تتكلم بس تستمع وما تتكلم ولا تسبح والإمام يخطب تابع الخطبة. ما تشغل أي شيء. الإمام قال بسم النبي عليه الصلاة والسلام صلى خطبة صلي على النبي في سرك بس. يا سلام. أي ما لك ما تعمل أي حركة عشان تشغلك حتى بالخطيب الرسول. نعم. جزاك الله خير شيخنا الجليل. سنعود إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج فتاوى مع شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن، فابقوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا اللقاء في حلقتنا لهذا اليوم برنامج فتاوى مع صحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. بدينا حديثنا في بعض الردود على بعض المشاهدين. كانت أم نادية سألتنا ثلاثة أسئلة شيخنا، قالت عندها زي 20 يوم في صيام متفرقة يعني ما بين الرضاعة والحمل والكذا والأعذار الشرعية، لكن قضت منها 10 أيام والكلام ده قبل 3 سنة. ايوه يعني الان هي ما عارفه تعمل شنو يعني خلاص ممكن تختار بين اثنين، يا تقضيهن صيام ويا تطعمين. ما دام بسبب الحمل والرضاع ممكن تقضيهن بالصيام وممكن تقضيهن بالاطعام. دقائق اقضين بالاطعام اخر الصحابه، بالصيام رأي الأربعة. نعم ده صح وده صح. نعم
يعني هي صايمه 10 معنا باقي لها 10 ايام. اي اي. طيب قالت عندها صاحبتها يعني ما عندها علاقه بتاعت رحم لكن اتقاطعت معاها وبقت الا تلاقيها في المناسبات العامه. ايوه تقوم تسال تقول لها انت بيحصل كثير يعني بعض الناس حتى مع الجيران تقال الجيران 10 11 فجاه جاري دي تقاطع جارتها. دي طبعا يفتون نتيجه وشايه. أيوة. اذا في الحاله دي ما تخليها. تمشي لها تقول لها زول ان احنا كنا عسل ولبن جيران مع بعض واخوتنا مع بعض انا شايفك انت كده في جفوه بيني وبينك كده حصلت عملتها انت السبب شنو؟ هاي قولي لي السبب الحاصل شنو اذا كان انا غلطان بعتذر لك. هاي تقوم في الحاله يمكن تعترف بها. عشان كده زول دائما يكون حذر. في ناس حساد. أيوة. يشوف الجيران كذا مرتبطين مع بعض عسل ولبن يحسدوهم يقوم يطلب اشاع. ايوه انت جارتي جديد بتونس معي دي ما قالت فوقي كذا كذا كثير قاعد تحصل حكايه. ايوه في دي الوشايات عشان كذا المسلم يكون حذر. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عشان كده إذا كانت جاتي حتى في أهل بيتك جيت لشاع لقيت رقم تلفون بتاع زوجتك بتاع بيتك بتاع كده ما تسرع تريس. أيوة. ما هندرس الموضوع. زول فلا بتمشي حصل كده تدرس يعني زول دايما الحاجات دي ما فجأة ندخل فيها يشدد في عين يتأنى يتريس زي الآية واضحة الآية دي نحن بالزمن ده أي زول محتاج للآية دي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين تبينوا معناته تريسوا تمهلوا ادرس الموضوع اتاكد الموضوع ده كان حقيقي اتخذ الاجراء طلع اشاع نفط. نعم اظن السؤال الثالث ده قريب من الموضوع لكن ما مع صاحبتها بل مع قريبتها قالت طوالي في حاله نقاش طوالي في حاله نقاش قريب المساله يعني دي الفرق انها دي قريبتها بتناقش في شنو يعني قالت في الدين ولا في شنو والله لا النقاش ساكت يعني محاكمه لا سايب في الحاله يا الرسول عليه الصلاه والسلام قال من ترك المراء قال انا زعيم ببيت في ربد الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. المراء معناته المجادله المخاصمه. زول يتركها انت شفت زول ده يا زول ده يقتنع كده بيسال يستفيد لقيته بتاع مشاكله وهاري ومري وقطيعة وكلام فوق ناس وكلام فوق ده خل أبعد سحب منه أبعد منه. طيب بدينا حديث قبل عن الأمانة وفي كلام عن مسألة الميزان والمكيال دي برضو طبعا فيها أمانة يا شيخ. الميزان والمكيال ده ما أنا بقول لسه أنا هنا المطلوب أي تاجر ده يفتح دكان بتاع تجارة بس يمشي لخطاط كده فنان في الخط العربي يعمل له برواز بالآية رقم واحد من سورة المطففين آية قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. شوف الآية دي ويل للمطففين الويل معناته هلاك ودمار وعذاب شديد لمنو للمطففين ودان صفة المطففين دي قال الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون اشترى من الناس وخد حقه كامل نعم. وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسروا لما يبيع ينقص الميزان هذا نعم. كثير من الناس حاصل يشتري السلعة ولما يبيع مدتها انتهت يلخبطها مع سلعة مدتها ما من تبيع باعتباره جديد يلخبط زيت مع زيت قديم منتهي يلخبط مع دي يبيع الغيد لسه منتشر كثير جدا في سوق هذا الذيل الزول بيخط الآية دي قدامه يعايل ليها بيخاف منها لأنه يذكر يوم الغيام أخاف لأن الطفل مش بالوعيد الشديد ويل الويل معناته إعاد بالعذاب يعني عذاب دمار هلاك شديد منتظر من النازي بيت مقابل حطام دنيا فان مقابل ربح بسيط يمشي داخل نفسه نار جهنم نعم نعم وفي ناس كمان الميزان شوية كما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. يا سلام. تاير بيبيع صادق في بيعه، صادق في شراءه، ما بيطفف الميزان، ما بيبخس المكيال، ما بيبيع سلعه منتهى مدتها، هاي ده مع درجه عاليه مع النبيين. نعم. حنرجع للموضوع ده ثاني لانه فعلا فيه يعني كثير من المحاور المحتاجين توضيحها، معنا الان بلال من كسلة، مرحبا يا بلال.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم. الله اكرم يا بلال، تفضل. طيب بسأل من الانسان اللي بيصوم ما بيصلي، الصيام يعني صحيح؟ قلت شنو يا بلال؟ بسأل يعني من الانسان اللي بيصوم ما بيصلي، هل صيامه صحيح؟ هل بيشيل شنو؟ الانسان اللي بيشيل شنو يا بلال؟ ارفع صوتك شويه. الانسان اللي بيصوم، في شخص بيصوم ما بيصلي، يعني صيامه صحيح؟ بيصوم بيصوم وما بيصلي. هاي بيصوم وما بيصلي. ايوه ايوه. جدا. ثاني عندك سؤال؟ السؤال الاول. في سؤال ثاني ولا خلاص؟ هاي في سؤال ثاني. اها سريع. طيب يلا عندنا حضرنا في البيت ما بتصوم. ما بتصوم؟ خلاص خرفت وعندها اولاد. ايوه أولاد. كبيره يعني. اولادها يطلوا لها. ايوه. يمكن اولادها من زمان يطلوا عليها الفديه. ايوه. كويس. كويس. شكرا يا بلال من كسله. بلال اظن سالنا السؤال ده برضه مكرر علينا كثير، لكن لابد من توضيح الموضوع. أيوة. اللي هو قال زول بيصوم لكن ما بصلي. ايوه. خلص صام قبل اركان الصيام اللي هي النيه والامساك من طلوع الفجر وغروب الشمس، ادى الفرض عليه. يوم القيامه ما بيتعاقب بعقوبه ما صام. لكن الصلي اللي هي عماد الدين ويناه وصله اللي بتحرس الايمان من الضياع، لأن العلماء قالوا فإذا ضاعت الصلاة ضاع الدين كله. معناته زول تارك الصلاة ده مهدد بالرحيل للدار الآخرة بعدم الإيمان. لأنه الامتحان عند سكرات الموت فيه امتحان. قد ما ينجح في الامتحان ده يطوح يروح. فإذا ضاعت الصلاة ضاع الدين كله. طيب ما ضيع شغلته كلها زول ده. أي أي. عشان كده الصلاة هي عماد الدين وهي أعظم فريضة في الإسلام. لكن إذا كان بنيته أدى الصيام خلاص أدى الركن عليه، لكن صليت بتحاسب عليه. طيب قال حبوبتهم كبيرة خلاص خرفت وما عليها طبعا صيام بعدها، شنو المطلوب من أولاد يعملوا ليها؟ هي طبعا إذا خرفت تمام خالص بقت ما واعي يبقى في الحالة دي فسقط عنها الصيام، سقطت عنها الصلاة، بقت حكمها حكم المجنون. أما إذا كان واعي مرات تفوت مرات تجي هل يطعم ليها؟ لكن نعم. بقى مجنون ده لا عليه صيام ولا عليه طعام. خلاص القلم مرفوع من المجنون. ايوه. طيب طيب معنا برضه تليفون من الشماليه، ام محمد. مرحبا يا ام محمد. السلام عليكم. رمضان كريم. الله اكرم، تفضلي. انا عندي استفسار بسيط، انا عندي قول كان خاص عندي امانه. عندك امانه؟ قرون. قرون. وانا اشتريت شهيد وقمت شلت منها وجيت خطيتها في محل هنا في خراب. دوك قروش يعني امانه توصيلها لناس معينين؟ لا لا هو حد كمان امسك عليه ولحد ما ايوه كنت عندك يعني. ايوه كويس. طيب ده السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه لاني انا شربت المويه وما عندي ايد من العزان الزمان، انا قاعده في مكان مظلم يعني ظلام وكذا وما عندي للساعه شربته. شربتي بدون ما تتاكدي من الزمن بتاع الفجر دخل ولا ما دخل صح؟ انا متاكد من الزمن كده لما انطلقت لقيت انه الشمس جت. ايوه كويس. كنت صاحيه لكن ما نايمه صح؟ لا لا نايمه، انا صحيت من النوم طوالي في ركبتها، قمت خلاص وشوف الساعه كم وصلت فتحت الباب يعني خلاص. طيب شكرا يا ام محمد. ام محمد يبدو انها هي امراه امينه بدوها امانات بتمسكها. وقبل ما يجي زول يستلم امانته هي قالت تصرفت يعني شالت منه ورجعت لك انت، رجعت القروش في محلها يعني. خلاص لما تيجي صاحبه لما تدي الامانه تكلمه. تقول يا اخي انا ورشك دي كان محافظه عندي لكن يوم من الايام اضطريتها شلت منها وصرفتها ورجعتها في محلها اعفى لي. تقول له كده. لانه ما يجوز التصرف بدون اذن صاحب الامانه. دي كثير يا شيخنا قاعد انا شفتها في الدكاكين يعني. في ناس تجار بيجوا بده قروش لاصحاب الدكاكين. بدوه قروش مثلا كميه كبيره يعني من القروش 30 40 الف بيقول له خذ تعالين لحد ما نمسك بقوم يشتري بها بضاعه. لما نيجي الناس يديهم ما عارف الحكايه. لا يا رب الا يستاذن منه. يقول لي يا اخي قروش اقدر بدخله في الدرب مع قروشي. لكن وقت ما تدي تجيني بدي قروشك عفى لي ولا عفيت لي. يعني لازم يستاذن منه. لازم يستاذن منه، دي امانه يتصرف فيها كيف يشغل مال اخوه المسلم بدون اذنه. لا. دي كثيره والله حقيقه. طيب في ناس الامانه جات الدكان بتسرق يحصل له سرقه. ها يعمل شنو؟ اذا كان في اهمال من صاحب الدكان يتحمل الامانه دي. فرط فيها لو جو ناس بقوه مثلا سرقوا الدكان ده حراميه في الحاله دي.
القريش ده طبعا قوم كسروا الخزنه دي وسرقوها وكده. فيكلم صاحب الامانه ولا حاصل كده كده. قال له عفيتك انتهى الموضوع. قال له تدي رجع لي ترجع لي. رجع لي برضه مسؤوليه. نحن نرجع لموضوع الميزان والمكيال. حقيقه فيه كلام كثير. يعني في ناس الميزان ذاته يكون مكسر مطفق، يعني في كفه بتكون مطفقه وكفه بتكون جديده. كيف الحساسيه دي الناس يتعاملوا معاها كيف؟ دي طبعا دي من أما يعني من واجبات ناس الموازين والمكاييل. ما في في في, في, في الحكومه في قسم اسمه ناس المكاييل والموازين. هاي دي اللي رغب الميزانات دي يفتشوا شوف الميزان. في مرات تلقى في تحت الهنا خدت له حجيده تحت المغناطيسي دي تقل خدتها تقل. اي اعمل حساب يعني الميزان المكيال دي يراقبوها تم مراقبه دقيقه. وبعد فيها حيات قديمه متطفقه. دي من مسؤوليته ومسؤوليه التاجر نفسه. اي اجتماع امانه برضه. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس. وعيد وانذار شديد للذول بخاف الله. طيب كمان في سؤال زو قال لنا يا اخي ناس اللحم ديل الواحد بتلقى يتشلك اللحمه كده تتشه والميزان يقوم نازل وسريع يقوم يشيل. هاي تمام تطفيف الميزان برضه. دي حقه دار له رساله نحن وتوجيه برضه. كذلك الزول التاجر تقول لي اديني قطعه اللحم هنا يقطع ليك يعني الميزان قدامه يديك ظهره وخذ في الميزان. قلت لك حته قلت حته شحم قطعتها. تم تلقى الحمايه فيها دهن. ده برضه نوع من انواع الغش. كل شيء بحساب عسير يا شيخ. طبعا اي مسار حساب التاجر ده امانه شديده. عشان كده شوف اللي بيطفف الميزان ويخبط الميزان يبيع السلعه المنتهي مدتها وهكذا ويخبط لخبط السلعه مع سلعه وكده دي العقوبه شديده. الايه دي ويل للمطففين. اما الزول الامين اللي بيخبط ما بيدخل اي حاجه مدتها انتهت يعدمها طوال ما بيبيعها. أيوة. ولا بيقفل. في ناس تكون الحاجه دي مكتوب عليها مدتها تنتهي كده يقوم يفتحها بيع فلته. هاي زي البسكويت زي الحياه دي. وربنا رغيب علينا ما بيقفل مراقبتنا جزء من رمشه العين. الناس ناسين يا شيخنا. طيب معنا صديق من شندي. اهلا يا صديق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه رمضان كريم. الله اكرم يا صديقي تفضل. الله يديك ملعب شرنا يا ملعب من طلب الرامي ده. نعم تفضل. نعم ايوه انا بالنسبه للناس في الفطور بيغنسوا وقت المغرب يعني تلقاهم تغنس في مواضيع في الدنيا. ايوه لو كده يدعوا في المغرب يدعوا في نهايه تغنسوا. الناس معلوم كده واحده واحده يا صديق معلوم الناس. يتغنسوا يعني بتغنس في 200 في التراب يعني في الفطور يتغنسوا. وقت الفطور يعني؟ ايوه نعم الوقت وقت الدعاء بتونسوا. تقصد انه قبل الاذان شويه الوقت وقت الدعاء. علي الفطار يعني يوم علي الفطار. ايوه طيب. نعم ايوه طيب بالنسبه للمصحف. نعم بالنسبه للمصحف انا بحط له وضع المصحف. المصحف ايوه المصحف ايوه. في الارض ايوه كويس. جدا. شكرا جزيلا. صديق من شندي بيسال فعلا سؤال يعني كثير من الناس قبل اذان المغرب الافطار اللي هو بيكون تلقاهم جايطين وبيتونسوا وبيهتموا بالصواني وبيهتموا بتفاصيل كثيره جدا. قال يا اخي الوقت دبك الدعاء. دارين نحن ارشاد ونصيحه للناس. اي بس ما يتكلموا الكلام فيه قطيعه فيه وكذا لكن اذا تونسوا الناس بريئه ما فيها حاجه. لا الوقت الدعاء طبعا اسماء لكن اول ما يبتدي بسم الله اللهم لك صمت ولا رزقك افطرت ذهب الظما والتبلت العروق الادعي دي اسماء لك اللحظه تحل. لكن قبل الاكل لا ما لسه ما حصل. انت في سؤال بتاع مره كده سالتك عن الافطار هنا ده السحور. السحور ايوه هي فعلا احنا دي اختنا ام ناديه عندها كم سؤال. قالت انه هي مش ام ناديه ام محمد. قالت انه شربت اثناء هي يعني قاعده اظن في صاله في المطار ولا كده لكن ما كانت اتاكدت من الوقت. شربت وبعدك لما طلعت لقيت الصبح وقته جاء. ايوه مطلوب منها الاستغفار شديد وندم شديد لانه بعدك على قضاياه لانه فرطت. دي امانه هسه تفرط الامانه في الحته دي. ايوه الحته دي زول انت شكيت الفجر طلع ما طلع ابحث اتاكد. فطر طلع وقف لك. كثير من الناس السؤال ده جانا في البرنامج ده كثير متكرر يوميا سؤال واحد متكرر. يدل على ان ده امانه الصيام دي الناس ما مهتمين بها. كثير من الناس ما كل الناس. ايوه انت صحيت من النوم السحرت لقيت نفسك عشطان قبل ما تشرب عين الساعه شوف الوقت
قبل ما تنوم يكون جنبك صحتك موجودة وعارف الفجر يطلع الساعة كم من أول يوم في رمضان. أيوة. أي زول صايم لازم يعرف الفجر يطلع الساعة كم من يوم واحد رمضان لتلاتين رمضان. الشمس تدخل الساعة كم لكده تحفظ الكلام ده ويكون عندك مفكر في يبقى خاتها. صحيت من النوم يقول نفسك عشتان ده أمانة. الفجر طلع لا طلع خلاص وقف الأكل. الفجر لسه ما طلع فاضل 10 دقائق ربع ساعه اشرب لك ماي بسرعه. ده المطلوب يحصل فعلا. لكن سؤال يجينا يقول لك انا شربته بعد شوي الناس لقيته يقوم في صلاه الصبح. ده تراخي شديد. شربته لقيت الناس يصلوا في الصبح. ده كلام شنو ده؟ ده تراخي شديد. طيب معنا السؤال ده متكرر كثير على دايما معناته دي عاديه ما نتعلم. العلماء قالوا الصيام ده من اخطر الامانات لانه سر بينك وبين ربك. امانه حقت ربنا تخونها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب معنا أبو عمر قبل ما نجاوب على صديق سؤاله الأخير عن المصحف. أبو عمر من الجزيرة مرحبا يا أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حالك يا أخي. تفضل يا أبو. أنا كنت في السعودية. ما يعني ما فيها أذان. السعودية ما فيها أذان ال ما فيها أذان سحور أذان. أذان خلاص. أذان واحد يا أخي. كنت في السعودية وشنو يا أبو عمر؟ فأثناء الأذان أنا كنت أترك في السيارة يعني أثناء الأذان فعند أخوي جي طالع قال لي لا ما في أذان. أنا حقيقة ما سمعتك كذا كذا الكلام ده. أرفع صوتك شوية يا أبو عمر. عرفت إنه عندك أخوك وشنو كده ما عارف لكن الكلام ما قدرت أسمعه كويس. الثلاثة أنا كنت في السعودية. أها. فبعدين في أذان واحد بس ما يعني ما في أذان يعني ما في أذان بتاع سحور وأذان بتاع صلاة. في أذان واحد بتاع صلاة. الأذان الصلاة أي في السعودية ها؟ والله أنا كنت أجري في سيارة. أنت؟ أثناء الأذان تجري في سيارة أيوة. آه أثناء الأذان؟ أثناء الأذان أنا ما أعرف يعني أنا أول مرة أعرف. أول مرة تعرف الحكاية دي. أذان واحد. آه. طيب. في أذان واحد ما في. خلاص وضحت طيب. أذان في أذانين. في أذان السحور في أذان الصلاة. أيوة. طيب. أنا ما أعرف يعني إذا كان. يعني يوم ولا ما.